عام على استشهاد الكلمة والصورة دون وصول الجهات المعنية لنتائج حادثة اغتيال الإعلامي أحمد عبد الصمد والمصور الحربي صفاء غالي، والتي حدثت أمام مقر قيادة شرطة البصرة. نقابة الصحفيين العراقيين أقامت مجلس العزاء مجددة التساؤل والمطالبة للجهات المختصة بضرورة العمل بجدية أكبر وصولا لقتلة الشهيدين. هل الأجهزة الحكومية اليوم عاجزة على الكشف على القتلة؟ إذا كانت عاجزة فنحن بموقف لا نحسد عليه في هذه المدينة المهمة البصرة. الحقيقة لحد هذه اللحظة وعوائل الشهداء تنتظر وتنظر إلى التصريحات وتنتظر ماذا ستقدم الحكومة بعد هذا العام الحزين الذي مر دون صفاء وأحمد. نطالب الأجهزة الأمنية والحكومية والجهات المعنية بهذا الأمر بفتح هذا الملف التحقيق، وقد تعد هذه بادرة طيبة للكشف عن الجنات. ألم الرحيل بالغ على ذويهما ومن يعرفهما، فلن تفارق الجميع ابتسامة صفاء وجدية أحمد الذي كان يقول دائما اذكروني، فذكره الزملاء بسنوية شهادته ومصوره، وتحدث الشقيق عما حصل من تسويف بقضيتهما لعام كامل. لكن اعتمدنا احنا، احمد كان يعمل بالجانب الصحفي واعتمدنا على نقيب الصحفيين مؤيد اللامي. بعد حادث اغتيال الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي اكد على تدويل قضيه الشهيدين، والى هذه اللحظه لم ينفذ اي وعد وعدنا به من جانب تحقيق، من جانب متابعه الجريمه البشعه بحق الابطال. أحمد عبد الصمد وصفا غالي ما طلبوا بحقوق شخصية، طلبوا بحقوق أهل البصرة بصفة خاصة وبحقوق العراق بصفة عامة. عام على الوعود الحكومية بإلقاء القبض على قتلة الشهيدين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي دون نتائج تذكر. المطالب تتجدد على أمل تحقيق نتيجة تخفف ألم الفراق على ذوي الشهيدين والزملاء من الأسرة الصحفية. من داخل مقر نقابة الصحفيين العراقيين فرع البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.